السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معايا النهاردة في الفيديو خبرين، خبر عن فيفي عبده وبلاغ جديد للنائب العام بعد رقصها بالبشكير، وفي حالة من الهجوم الشديد جدا عليها انها المفروض تتعاقب زيها زي حنين حسام، زي سما المصري وغيرها كتير جدا اتقبض عليهم بسبب يعني مفروض ان ده فعل فاضح، على الرغم ان هي كده كده رقاصة وما بيفرقش معاها. ردها ايه؟ وطلعت في البرنامج واتكلمت وقالت برضو ايه، كل التفاصيل هنشوفها. ومعايا خبر تاني اهم من ده بكتير، وهو الدعاء بالشفاء للفنانة الكبيرة المحترمة عبلة كامل، وده بعد اصابتها بالسرطان في مرحلة متأخرة جدا جدا، وكل التفاصيل عن حالتها واخر صورة واخر ظهور ليها واعتزالها للفن والتمثيل اللي اثار صدمة كبيرة لكل متابعينها ومحبينها. خلينا نصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهبدأ بحضراتكم بفيفي عبده. فيفي عبده هي رقاصة، فإنها ترقص بفوطة أو ترقص ببدلة رقص، فالاتنين سيان، يعني ايه الفرق بالنسبة لها؟ انها ما بقاش فارق لها المرة الجاية، ما عرفش هترقص بإيه، لكن فيفي عبده نفسها هي كبيرة سنا، هي نفسها عارفة انها ما بقتش قادرة بتتحرك علشان تعاند السن، بتحاول تعاند، عايزة تفضل صغيرة، عايزة تحس انها ما بتعياش او ما بتكبرش. كلنا شفناها لما كانت مريضة وكانت بتتوسل بالدعاء، وكانت يعني تتمنى ان ربنا يديها فرصة، وبالفعل ربنا اديها فرصة واتنين، ولكنها كل مرة بتفشل في الامتحان، والاختبار بيكون قاسي، لكنها بتحس ان هو لا انا اللي قوية. المحامي، كذا محامي مش واحد بس، قدموا بلاغات للنائب العام ضدها انها بتنشر الفحشاء والرذيلة، وانها بتعمل فعل فاضح، وزيها زي بعض فتيات التيك توك، وايضا زيها زي سما المصري اللي اتقبض عليها لانها برضو كانت بتطلع ترقص برقص مثير، او في الحمام، او في اماكن ما ينفعش تطلع ترقص بيها. طب فيفي عبده رقصت بالفوطه، يعني البشكير اللي هو المفروض بتاع الحمام، انت طلعت بالمنظر ده وتبقى بالشكل ده وتطلع ترقص؟ ولما توجه لها الاتهامات قالت انا ما بعملش حاجه عيب، ده انا الام المثاليه، احنا اللي عملنا في نفسنا كده لما نسيب امهات شهداء وامهات بتشيل ولادها 5 و6 اطفال من غير اب، وبتشتغل عليهم وبتربيهم تربيه محترمه، وبتصرف بالحلال، ما بتشتغلش الشغل ده، ومع ذلك ما ندهاش ام مثالية، وندي واحدة زي فيفي عبده علشان عملت ايه؟ معرفش عملت ايه في حياتها غير انها بترقص. اللي انا بتكلمه ده مش هجوم في حد ذاته عليها، ولكن ده موقف لازم يتاخد ضدها زي اي حد برضو بيعمل نفس الافعال، وبيتم عقابه، وعقابه بيكون شديد جدا والسجن بكذا سنة. فيفي عبده بنتها طلعت وانهارت وقالت انا والدتي مش هتتسجن، انا والدتي بتعمل شغلها، وده شغلها اللي هي بتحبه، وامنيتها ووصيتها ان انا ساعد دفنها يكون معاها بدلة رأس. يعني الناس تطلب ايه؟ ودي بتخسر كل حاجة، دنيا واخرة، بتطلب ان يتحط بدلة رأسها معاها في الكفن، وايضا ان اخر لحظة في حياتها تكون على المسرح بترقص. اعوذ بالله، مش قادرة اقولك اي حاجة غير ان ربنا يهديكي، انتي عمالة تشيلي ذنوب واخطاء رهيبة. تصريحاتها بالامس مع في البرنامج اللي اتكلمت فيه، وقالت كلام كتير جدا، انها اشتغلت كتير عشان تطلع والدها ووالدتها يحجوا، وانها ما كانتش فاكرة ان الستات بتخلف غير من ركابها، وحاجات تحس انها ساذجة جدا، مش هربت من اهلها علشان تشتغل رقاصة. والتصريح ده هي بنفسها قالته في البرنامج، وتصريحات كتيرة جدا جدا. يا ترى هيتم تنفيذ الحكم عليها؟ يا ترى بالفعل هيتقبض عليها زيها زي غيرها؟ انا اشك في الموضوع ده، وللأسف بشك فيه، وده بيدل ان بعض الامور ما بيكونش فيها نزاهة، لانها زيها زي ناس كتير من وقت ما خفت، وهي عمالة تعاند وترقص بطريقة عيب، حتى يعني هي بتعملي كده عيب ليكي، انت جد على فكرة، يعني عندك احفاد. عموما مفيش حاجة تتقال ليها غير ربنا يهديها. وهدخل معاكم على موضوعي الاهم، واللي انا بجد متأثرة جدا بيه وزعلانة وحزينة جدا على ما حدث للفنانة الكبيرة عبلة كامل.
عبلة كامل فنانة قديرة، وأي حد يشوف بس مجرد وجهها بيحس بالنور بالرضا، بأن الست ديت واحدة مننا، واحدة احنا عارفينها. وجودها على الشاشة بيزيد الشاشة جمال، لأنها بتطلع بأدوار محترمة. آخر عمل ليها كان المفروض من 5 سنين أو 3 سنين بالتحديد، سلسلة دم الجزء الخامس، ومن وقتها أعلنت أنها مش هتقدر تمثل تاني. طلعت في تصريح مع الإعلامية لميس الحديدي واتكلمت عن إصابتها بالسرطان. قالت أنا راضية جدا وحامدة جدا، وعارفة أن ربنا لما بيبتلي عبد بيكون بيحبه قوي، ودي حاجة مفرحاني. أنا مش زعلانة أن أنا عندي سرطان، أنا اللي زعلانة منه أكتر أن في ناس بتحس أن ربنا بيعمل فيها كده حاجة وحشة. أنا حاسة إن ربنا بيحبني فعمل لي كده. متخيلين الرضا؟ متخيلين الكلام؟ سبحان الله. إنها اعتذرت التمثيل أو لأ، سئلت في الموضوع ده قالت معظم الأدوار اللي بتتعرض عليا لا تليق، وإنها كلها محتاجين إن أنا ألبس باروكة أو حتى إن أنا يعني أخلع الحجاب، ودي حاجة أنا مستحيل هعملها. المنتجين والمخرجين بيطالبوا بحاجة زي كده. طبعا بيقولوا ان مفيش ادوار تناسبها الا اذا على الاقل كانت لابسه باروكه، مش بنقولها تقلع الحجاب زي صابرين وغيرها اللي بيستتروا بموضوع الباروكه انهم كده مش بيبينوا شعرهم. انا مش هافتي ولا انا مفتيه في الموضوع ده، ولكن اي عمل تدخل فيه الفنانه عبله كامل بيزيده جمال وشرف، لانها بجد فنانه كبيره. لكننا بقينا في زمن الاستخفاف او زمن استهتار، وان اي حد ممكن يطلع يعمل اي دور نعليه ونطلعه ترند على الرغم ان هو دوره لا يسوى شيء. اتمنى ليكي كل الصحه وكل العافيه وكل المحبه وكل الرضا اللي انت فيه. بالمناسبه هي طليقة الفنان محمود الجندي، هما ما عاشوش مع بعض إلا 2 سنين. طليقها والد بنات عندها بنتين زينب وفاطمة توأم، والدهم طليقها يعني هو اللي بيطمن الناس عن حالتها حاليا، وإنها ما بقتش قادرة تظهر. آخر صورة كانت الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي، آخر مرة ظهرت فيها. بالمناسبة أيضا عيد ميلادها كان بالأمس 17 سبتمبر. كل سنة وهي طيبة، ويا رب دايما سنين حلوة كتير جاية لها إن شاء الله. ربنا يكمل شفائها على ألف خير. للأسف الموضوع في مرحلة متأخرة جدا، ولكن رضاها وعزيمتها إن شاء الله ورحمة ربنا هتشفيها وهتقوم بألف سلام. مش طالبة من حضراتكم لايك، ولا طالبة من حضراتكم اشتراك، ولا أي حاجة. طالبة من حضراتكم تدعوا للوجه الجميل ده، للإنسانة اللي هي فعلا إنسانة قبل ما تكون فنانة، الجميلة قلبا وقالبا عبلة كامل. ربنا يشفيكي ويشفي كل مريض. أنا بشكر حضراتكم جدا. سلام عليكم.